السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي الكريم بالله. الأمير مرزا. أنا أمير علي فاضل من السلامية من إخوانكم الإمامية الإسماعيلية. أهلا وسهلا. نكرمكم هذا اللقاء. وإني فخور بهذا الحديث. وينقصنا كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. نعد الليالي والليالي تعدنا، العمر يفنى والليالي طوال. الجب ما يمليه طلن من الندى وما يستوي هرجن بغير افعال. الاجواد يا بيابين عنبر الفتحتها فاح ما بها، والاندال يا قيع نصيها ديه تصوي حياياها وبتعود ياها. يا سلام. مولاي ما سر الملائكة الأولى سجدوا لآدم فارتقى العقلاء، والحارس المري يغضب ربه تأبى فتأبى نفسه الحمقاء. يأبى السجود لآدم ولربه حلت عليه اللعنة السوداء. الإمام في عالم الكون هو العقل الكلي المبدع الذي يمد العقول الجزئية للإنسان بمنعكس صفاته. كنت كنزا لا أعرف فأردت أن أعرف، فخلقت أناس أعرفهم بذاتي فبيعرفوني. فاض العقل، فاضت القدرة الإلهية فتق ورتق، فاضت القدرة الإلهية عقلا كليا، فكان أول متنفس من الظلمة، فعلم علم الله وأقر لله بأنه خالق ومخلوق. قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال له وعزتي وجلالي أنت فتقي ورتقي والمشرق مني على خلقي، بك يعاقب وبك يصيب وبك يدخل الجنة وبك يدخل النار. من العقل الكلي انبثقت النفس الكلية، وخلقناكم من نفس واحدة. من نهاية العقل الكلي ونهاية النفس الكلية خلقت الهيولى هذا الجسم البشري. سأله كميل بن زياد النخعي، قال له ما هي الحقيقة يا مولاي؟ قال له وما لك ولي الحقيقة يا كميل يفيض عليك ما يرشح مني؟ قال له زدني فيه بيانا. قال له الحقيقة هي كشف سبحات الجلال بغير إشارة. قال له زدني فيه بيانا. قال له هو صحو المعلوم مع محو الموهوم. قال له زدني فيه بيانا. قال له إنه نور يشرق من صبح الأزل فتلوه على هياكل التوحيد آثاره. قال له زدني فيه بيانا. قال له اطفئ السراج فقد طلع الصباح. قال له زدني فيه بيانا. قال له اطفئ السراج فقد طلع الصباح. عيد قال له ما هي الحقيقة؟ قال له إنه نور يشرق من صبح الأزل فتلوه على هياكل التوحيد آثاره. قال له زدي فيه بيانا. قال له اطفئ السراج فقد طلع الصباح، حدودك له. فعندما هبط آدم هبط الإمام ليعلمه. الإمام هو المعلم. حتى كان أبو طالب. أنت ما عم تسمع حالك إنه طلع الصباح؟ طبعا ذكر الإمامة يا ملائك كبري وتألقي يا أرض أنت سماء. فيك انطوى السقلان يا خير الهدى وإليك يا ابن المصطفى الإسراء. أنتم مدينة علم آل محمد، أنتم على أسرارها الأمناء.
ماذا نجيب محمدا في عهده يوم الغدير وحوله النجباء من كنت مولاه فهذا المرتضى مولى الورى والحجة العصماء نور الإمامة سرمدي خالد لا يعتريه على الدهور خباء أرأيت كيف الجزع يبقى سامقا ولقد تبدل في الجزوع لحاء فإذا تعرى الكون من إرشادكم مادت بنا وبسقلها الغبراء وشكرا. أحسنت.